تمام يا فندم. طابور الارض جاهز بره يا فندم. انا عايزين ننفخه من الناس اللي بره دي. امورنا يا فندم، تحب نعمل ايه؟ هقول لك. انت اول ما تشوفني بشرب كوبايه الشاي بصوت كده اهو، تقوم نازل فيهم ضرب على طول. هو فندم فهمتك كانك ولعت الولاعه، يعني السيجاره بالولاعه، فهمت؟ بالظبط كده. يا سلام عليك ابو التفانين يا حسين بيه. يلا ندهم لي بسرعه. دخل لي يا ابني طابور العرض. يا حلاوه يا حلاوه. اتفضل يا حسين باشا. خلق العكرة دي انا شفتها فين قبل كده؟ دي كمال يا مراتك يا حسين. ازيك يا حسين؟ كمال يا مفاجأة مش كده؟ دي مفاجأة جميلة. لا ابوس ايدك يا حسين، اوعى تشرب كوباية الشاي بصوت يا حسين. وليه يا كمال؟ يا هو ده وقته؟ اشرب اشرب يا باشا براحتك. لا يا حسين من غير صوت يا حسين. اسكت، انت مش فاهمه حاجه. لا فاهمه بقى، مش وقت اتيكيت دلوقتي. ده انت هرياني في المكتب، صنافور بيشرب طول النهار. سيبي الراجل يشرب براحته. اشرب اشرب بصوت يا استاذ بشار. ابوس ايدك. لا بلاش صوت يا حسين. ولما انت خايفه كده ايه اللي وداكي المظاهرات يا كمالي؟ انا قلت لها بلاش مظاهرات ووقفات يا كاميليا. إيه ساعات بيبقى فيه طرف ثالث مندس بيبوظ العلاقة الجميلة بين الشرطة والشعب. أنا عملت إيه؟ اخلصي. حاضر يا حسين. تروحي المظاهرات يا كاميليا وما تعمليش لجوزك عمود الأكل بتاعه بتاع كل يوم. اخصى عليكي يا كاميليا، اخصى عليكي. زي أنا قلت لها يا فندم كتير 100 مرة، قلت لها اوعي يا كاميليا تنزلي معايا في أي شغل غير لما تخلصي عمود الأكل بتاعها. حسين باشا. اخرس. حاضر يا باشا. اتغدى ايه النهارده انا بقى؟ يا خبر ابيض يا فندم، ده انت تؤمر. انت بس خرجنا من هنا، ده انا هعمل لك عواميد عواميد كتير تنور شارع جامعه الدول العربيه كله. بجد؟ ايوه. ثانيه واحده، وتعملي عكاوي؟ يا خبر. بس حضرتك، هو انا مش بعرف اعمل عكاوي؟ بس انا ممكن اشوف حد يعملها. حط جوز التيب بقى. خبر ابيض. اخرسي خالص. يا بتاعت زوجه مفروسه. ها قوي يا كاميليا، قوي قوي. ده انا بعزك عز. ماشي عسكري نبيل. امرك يا باشا. خد الاتنين دول وانزل بيهم الحجز وروقهم. حجز لا يا حسين والنبي، حجز لا يا حسين. يا نهار اسود، دول مرمطوكي. قلم ده ولا فيش؟ يتروقوا بقى. لا اتحايلوا عليا. اخرسوا. زي ما قلت لك يتنفضوا، خصوصا دي. ده طلع بعزين انا. يا